الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين. ولا ليال وحي نكسو نحجرني درسيني شرحي كتابك متن أبي شجاع، وانا درسيني لبعد درسيني درسيني كوباد وحا عينو كتو تشيني أو عينو سوغارني ويلاشا iyo waxyaabaha ay banaan tahay in la isticmaalo iyo inta weelasha kamid ah ee ay xaraamta inaga tahay inaynu isticmaalo. Waxaynu soo sheegnay weelasha oo dhani inay xalaal yihiin isticmaalkooda marka laga reebo weelka dahabka ah iyo weelka silverka ama fiddada ah ayaynu soo tilmaanay. Sheekhu wuxuu halkan ka galayaa faslun أما هذا فصل في استعمال آلة السواك. سنن الفطرة وحيابه لورن شري وحكمت وآه سواك أما عضيق أي شيخ هلكن كجليا عضيق مدام طهارة لقشري وسدا وإنوص صعوتا شرود يدعي علماء كدران إنو كمدي هاي إن قفك أو عضيضو. أحاديث صحيحة أيانا كسو أرورتي النبي صلى الله عليه وسلم وكو أمان أيو عضيقا وو تلمامي إنو يهي ظاهرين أفكا إلهينا سبحانه وتعالى أورها لقليو. سيدوك للنبي صلى الله عليه وسلم حيني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. حديث كلنا وهو عند كل صلاة هدانا نكبقين ومضى إذا إن أي كؤت كاتو وحان فريدها إن أي عضيدان مركزتو أي مسلاتو كنيان أما أي ويسي سنيان مركا وحكاه ليا موضوع مهم كاه وحرير كلاله طهارة دي عبادة دي حرير كلاله وي مركا آلة السواك إريقا السواك عضيقا آلة الله استعماله إي رميقا ولا يدهده عضي الشذن ولا يدهده لبدا معنى السواك والله استعماله وايه مركا شيخ وحو كبلاويا موضوع وحو يري والسواك عضيق وما عضي الشذ مستحب ومت سنة في كل حال حالت كستا حالت كستا وقفك مسلم كي وكتشرو إن عضيدو وسنة إلا بعد الزوال للصائم مركا لغا سوريبو وقتiga أي عاد عيدو برتمها دافتو إي زوال كاليرادو وقتiga صلاة الدهور إي صلاة الدهور إي وحي كدن بيا قفك سومن إساق سنة أماها يويري وهو في ثلاثة مواضع سدح ميرود أيان عضيقو أشد استحبابا سنة نمديسو أي حوق بضان تهي إنو عضيقو السنة يهي سدح ميلود أما سدح حالة دود أي سنة نمديسو أي حوق بضان تهي حالة دكوبادو حوية عند تغير الفمي أفكو مركو إسبدلو أفكو مركو إسبدلو أورتكسو بحيسا أي إسبدشو من أزم وغيره إسبدل كاسنا أو كيني آموس بضان أما قاتشة بذن إيه وحي لميدة أزم وحالوغو شيغي قاتشة دانا والوغو شيغي آموسكنا والوغو شيغي حالة اللباد إيه وسنها حوق أيهاي إن لعضي ذا وحوهي وعند القيام من النوم مركة هردة دقفكو أوكا سو توسو مركي أو سيحذي أو سوكا عي إينا سنة نمديسة آد بيو حوق بذن تهيوهي حالة دا سدحاد وحوهي وعند القيام إلى الصلاة قفكو صلاة دا مركا او اسو تاغو او دونا يا انو تكادو وحالة دا صدحادو هي صدح حالة دود ايا سنة نمديسو اي حوق بدن تهي ايو تلمامي شيخو باب كان وحو انو قو تلمامي سيدا آن تلماني انو سنة يهي عضيقو
وحن صوت المعني حديث في النبي صلى الله عليه وسلم إياها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عضيه وحاو ظاهرين ويهي أفكا إلى هين ورها لقريا إسل حديث كاوحا كتشري لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ويسك استمركي ويسي سنيا يعني وحانفر لها إن أي عضيذان هديان أمضى لبكون قنين أي ويري نبي صلى الله عليه وسلم شيخ مركا وحكسه ريابي waqti aad ceedu ay marka bartamaha ka soo yar leexato oo dhinaca aad ceedu dhaca u leexato wixii ka dambeeya cadaygu sunne ma aha muxuu sidaa u yiri sheekhu wuxuu sidaa u yiri waxa jira xadiith nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugan oo tilmaamaya la khalufu fami saaimi atyabu inda allahi min riihil misk urta ka soo baxaysa قف كسو من أفكيسا أي إلهي أكتيسا كأدقون أرتا مسكي ليلاهدو أدقى مسكي ليلاهدو إذا كأدقون شيخ مركا وحو يلي حدي قفك أو عفايدو أرتا ساميشة كتاقيسا أرتا أي ميشة كتاقيسا ومفهوم كأو حديث كإمام الشافعي إمام الشافعي وكقاتيوي لكن علماء ذا أتشوابتي وحي إلهدين شيخ سيدا ماءها oo waxa weeye urta nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu sheegay ee khaluufka la yiraahdo waa ur ka soo baxday qofka calooshiisa oo gaajadu ay keento afkaba ma aha mar hadaad baahan tahay oo gaajoonaysid yani neefta ka soo baxaysa markasta ma udgoona sababtoo caloosha maran bay ka imanaysa qofku markaa inuu cadaydo markasta sidii uu nabigu sallallahu alayhi wasallam u yiri waa sunne oo ilaahay buu raali geliyaa oo waxa weeye afku daahiriyaa markastana uu sunnaha u ahaa buu u ahaanayaa tan aad ka soo reebtay fahanka noocaasi xadiidkan kuma jiro ayay culimmada markaa sheekha ku khilaafay ay kaga jawaabeen weeye sheekhu wuxuu inoo sheegay markaa dhowr waqti imaam nawawi oo ka mid ah culimmada waaweyn ee shaaficiyada isaguna saasoo kale ku tegay oo wuxuu yidhi ma arkayo inuu makruuh yahay waqtiga zawaalka ama duhurka wixii ka dambeeya in qofka soomaali uu cadaydo inay makruuh tahay ma arkayo oo sunnanimadii ayuu ku sugan yahay weeye saddex meelood markaa sheekhu inoo sheegay wuxuu yidhi afka oo isbedelay qofka hadduu in badan aamusnaado afkiisu wuu isbedela haddii sidoo kale uu gaajo badan markaa ku jiro iyana afka isbedel wuu ku iman karaa marka wuxuu yidhi markaasoo kale waa inuu qofku cadaydaa waxaa iyana soo hoosgalaysa marka uu waxyaabo urtoodu ay afka ku hadho uu markaa uu cuno sidii toontii iyo basashii iyo wixii la midka ahayd inuu ka cadaydo iyaga laftooda oo afkiisa uu udgooniyo waa lagama maarmaan xaaladda labaad ee uu sheekhu tilmaamay waxa weeye qofku markuu salaada isu taago يعني ما يهردد مركو ككعو أي هرسي الاستيقاظ من النوم انت آد هرودي أفكاغو أما وحرينيها أما وفرينيها مركا إن اسبدل ما دو وحالة طبيعية مركا النبي صلى الله عليه وسلم نغم بيو أحيد مركا استو هرودد كسوكعو إنو مركا عضي دو عضي ومركا سمايو أرند سدحاد وحوية مركا قفقو صلاة ستاغو sababtoo ah de jamac iyo muslimiin baad la tukanaysa haddii afkaaga oo wax ka soo urayaan aad la tukatid dadku way ku dhibsanayaan ilaa waad hadlaysaa quraan baad akhrinaysaa afkaad kala qaadaysaa muslimiintu inay ku dhibsadaan lama rabo sida loo yiri qofka toonta iyo basasha soo cuna gurigiisa ha joogo oo muslimiinta yaanu dhibin ayaa qofka aan cadayanina ay muslimiintu u dhibsanayaan marka in markaa la cadaydo waa lagama maarmaan saddexda xaaladood ee uu sheegay xaalad afraad ayaa jirta oo sheekhu aanu halkan ku sheegin nabigu sallallahu calayhi wasallam caaisha radiallahu canha waardaaha markii la weydiiyey marka uu nabigu sallallahu calayhi wasallam gurigiisa yimaado muxuu qaban jiray waxay tidhi waxa uu ku bilaabi jiray in uu cadaydo marka uu guriga soo galo oo uu soo rawaxo waxa ugu horeeya ee uu samayn jiray caday buu ahaa maantoo dhan baad bannaanka joogtay magaaladoo dhan baad soo martay afkaaga isbeddel baa imanaya xaaskaagii iyo gurigaagii iyo caruurtaadii iyo markaad imanaysid cadayga in lagu bilaabo ayaa iyana sunno ah
oo waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugan culimadu waxay kala ku daraan qofku marka uu quraan akhriyo inuu isnaacdo ilkuhu marka ay midabkoodu isbedelo oo casaan ay noqdaan iyada lafteeda in la cadeeyo waqtiyadaas oo dhan waxa weeye waa la tilmaamaa waxa sunniyasha cadeeyashada kamida sida cibaado kasta ama wax kasta oo wanaagsan oo la sameeyo midig loogu bilaabo in wacadayga qofku u dhinaca midig uu ka soo bilaabo oo marka wax walba oo khayra nabiga sallallahu alayhi wasallam arimihiisa oo dhan midigaysi bay u badnaayeen waa wixii wanaagsan oo dhan midig ayuu ku bilaabi jiray weeye فصل كان ينوح باب ايهاي في فروض الوضوء فرضيالك اما فين واجباتك ويسدى ايه وسننه سنو ينكيس فرض هدي اد مقشد او اد مذهب تشافعية ده لحشو كتير وحالو لچه ده اركانتي وحالو لچه ده واجباتك كلا قادد ملاها مذهب تكالي واجباتك ووحقارة فروضنا ووحقارة اركانتنا ووحقارة لكن شافعية ده وأسكوميد ومصطلحة أما إيري بحنتا أي يقول ليه مركا واجباتك ويسادة وحاكم إذا إيه سننتو ده أي إنو شيغية وفروض الوضوء واجباتك ويسادة ستة أشياء لح أرمود وحيابها فرضك إيه واجباتك ويسادة ولح أرمود تكوباد وحوية النية إنو قفك نييستو إنو ويسيسان أيو عند غسل الوجه وچيغا مركا أو ميريو محاينو قبلابي ويني قعمها إلا ويسادة مركا لو ويسيسان أيو لابدا قعمات بيكا بلابتها محاينو قبلابي ويني محاينو وچيغا وبلوني فروضي ويسادة وكوكا قرآن كإله سبحانه وتعالى آياتي وكوا جبيا لي ويسادة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محليلي فاغسلوا وجوهكم وتشيدين ميرا وأيديكم إلى المرافق مركا وحيك باللعبتي وحوية ويسد وحيك باللعبتي وجهك وإنو تلمامي دونا حقيبي كوشرتا قعما حين لميرا وإنو تلمامي دونا إن شاء الله مركا قفتو مركا وجهك ميرا يو إن أوني يدي غاعيو أي شافعية شرط واه إنه نية دي راعيه أو نية إستو نية ده ملغودة واقعية مساء قلبي غالغورنا ياسيد الراجحة وحوية نية ده قلبي يكتي مادا نية ده قلبي أي يكتي مادا وقفكو نية ده إنه كو قبطو وحن أو سميني إني ويسا تهي سببتو خورين وحن أو صوت الماني عبادة ده إعادة ده وحكا لصوعة ونية ده وي هدي أن عمل سمين أيو قاب كانوا سمين قاب كي عبادة أوية هي لكن يدي إذا أنا يكشرين عبادة هني نحن سمين أيو عبادة ما هي وعاد هدي أن وسد إلك إلا ربي مرايو لكن يدي إذا أنا أسك صوم ميردو أو شركة ميردو أنا يكشرتو ده وسأي نقول ما يسو مركا إن النية دكوا هيو إن أن مركا عبادة أن سمين أيوه النية إنه نية استغفكو عند غسل الوجه وجهك مركا او ميريو وغسل الوجه فرض كلباد وحويه ميرستا وجهك تيور نيت بها هيد ووقتي لما لنيسانيا ووجهك مركا لما ميريو تلبادنا وحويه ميرستي وجهك سدح وغسل اليدين الى المرفقين لبدا غعمود او لميرو او لسو غارسيه لبدا سحل لبدا سحل لسو غارسيو افر ومسح بعض الراس ماذا حقيب كم ايانا ان لمسحوا اي ايانا واجباتك اما فرضك ويسد كم اذا شن وغسل الرجلين الى الكعبين لبدي لغود ان لميرو تيل حد مالينيا مسح الراس باشنها وغسل الرجلين الى الكعبين وحويه ما يوا واتيشن ادوي وغسل الرجلين الى الكعبين واشن عن قويه ان سو غارسيه ميرستا لحنا وحويه والترتيب ان لو كل هريسيو على ما ذكرناه سيدانو شيغنا وحن نري فروضي اي واجبات كي ويسدو لحوين نقدين تي كوباد ما هي نقتي ان لنيستو
تي لباد وحي نغطي وچيغا إن لما يرو تي سد حاد وحي نغطي لباد يقعمود أو سحولة دا لسو قارسين أو لغو داريو سحولة دا وي كوچيران إلى المرفقين مع المرفقين وي تا أفرادنا وحي نغطي مدحا قيب كميدا إن لما سحو تشنادنا وحي نغطي إن لو كله الرئيسيو سيدان تلماني وايه سنياشي سإنت آن نقلين أن فروضا وضوغا أما ويسادا ديب أغو النغضو أن ويسادا ديب أغو النغضو لفظيغا الوضو مركا ووغيسا لقودو وحوية فعل كلا سمينة يؤو ويسادا حدي لكورديغو أو الوضو ليراهدنا وحل إلهدا وحلو ويسيسنيو ها وحلو ويسيسنيو أيا ليدا اسم اللي ما يتوضأ بيه وحلو ويسيسنيو أيا ليدا هذا أو أه آلدي بيه كتشيرين أيا ليدا مرنا وفعل كي مرنا وحوية وحي لسميني سيدي سواك بأن لبدا معنى يقول عدا أي يقول عيسى فعل كعادي وضوء بليدا هذا وضوءنا ووحي لغو ويسي سنه وويسدي عادي هيد يعادي بيه ويقوشرين وي وحين نمركا لح الرمود ايا ان لغا الربا او واجبات هدي الويدا هدو ويسدو ما انسا حيسو لحنا الرمود وحكمي دي هدي مقيهين وي وشروط يحوي تيركي اما اركانتي اي مركا ويسدو كتاقنيد تيكو بادو حينين وانيادي او اخوفكو إن أقصدي وحن وسمينا ينيده كقبته إن مركا عبادة سمينا يو وقتي وسمينا ينا ووتشي وقتي أمير يو أي كبر اللعبة توي كورهنا دي أنا نية وسبب نيده كهين أو ده بعد مركا ما ذي حماسة حي أنا سيد ثروة تني وسح كون نقط وسده دي أنا ووتشي نيده ده كسب اللعبة سيد الإمام الشافعي ما ذهبتي سوي قبته حوي ما شرتوه وين الله سب اللعبة تها talabaad waxaan nidi wajiga in la meeydo wajiga inteeba la meeydaya wajigu labada dhagood caaradooda ayuu balac ahaan ku eegay dherer ahaan wuxuu ku eegay timaha fooda ah ila gadhka hoosiisa intaasiba waa waji intaas inaana waxba qalalnaan baa la rabaa oo ay biyuhu marka ay gaaraan weey hadii qofku uu gadhweyn leeyahay qof gadhweyn hadii uu yahay horta qofka garka yar isaga waxa laga marmaana inuu faraha galiyo hoos baynu ku tilmaami doonaaye inuu faraha galiyo oo uu gaarsiyo gunta laftan ee garka inuu gaarsiyo qofka garkiisu uu cufan yahay qofka garkiisu uu cufan yahay isaga laftiisu biyaha uu dhex galay inta uu awoodo ka waran hadii ay nidi wajiga la meeyraya qofkuna gadheer oo uu gaaray ila xudunta gaaray uu leeyahay ما إلى حدود تينو ميرا تماها هوسة واحد بعثا مالها إنتن وتشي كوبة عن تماها كوي على أم بطقوي نيسا أو قرسي نيسا ويا أو فرع دحقل نيسا إنت هذا وودي دوي وياه وتشي مركز لعسين أوتيل ماني لبدي جعمود بس دحكوا أو إلى المرفقين سيد آية القرآن كي بعث المانتي لبدن حصل ay ku jiraan xusulada iyaga laftooda meelaha la meeyrayo ayay ku jiraan weey hadii qofka gacantuba go'aan tahay maxaynu sameeyneena in weesistana uu doonayo sheekhaye gacantii way go'aan tahay waxaana la yidhi waa in la soo meeyra ila murfaqayn ila suxulka maxaynu sameeyneena yaa wakuka wixii soo haray un babooskeeda istaagay ha intii soo hadhay un babooskeeda istaagaysa weeyo marka uu meeraya weey waaye een arinta saddexaad ama sheen waajibka saddexaad waxa weeye labadii lugood in marka ilaahan qawiyada ama kuraamaha la soo gaarsiyo oo la meeydo intaasii waxa weeye iyo in loo kala horeysiyo sidii ay u kala horeeyeen tartiibku waxa weeye sidii aayada quraanka ay u kala horeysiisay in loo kala horeysiyo aan marka la isku khaldin waaye halkan wuxuu sheegayaa culimadu
هل كان ومسح بعض الرأس شافعية وحاي تلمامان قفك ويسي سنة يا بيه هدو فرع عنده سأقليو إن يرؤفو ده سأقليو إنك كفل أنته أرنتها وحي أدلي الشدين وحي إلاهدين وحوي ومسح بعض الرأس نقوي إلاهدين إن إلهي سبحانه وتعالى ومسحوا برؤوسكم بويري مسح مدح يدين بأذاس وحي إلاهدين معناها أي آية وقشرت وحوي للتبعيض قيب بشيغيسة مركا مدحيو لن ما أهي مدح قيب كميدان بالا إسفاري مدح قيب كميدة أي الله إسفاري علماء دو حيسكوا فقصيهين إن مدح إن لا مسحو ورتو كميدي هاي واجبات كواسد إن كميدي هاي لكن قيب تكفلا مسح حديث أي كفلا تهي أي إسكو خلافين إمام مالك إساقو حكوتا قي إن مدح أردن لمسحو إني واجب تهي مدح أردن لمسحو إني واجب تهي إمام الشافعي أصحاب تيسو وحيانا كتاقين أصحاب مالك قيب كميدة إيا أبو حنيفة با إن قيب إن لمسحا أي كفل انتهاي وفرطك أي كقرد عايسو مركا وأرين لسكو خلاف سيهاي إنتين لمسحايا لكن سيد الراجحة وحوية مدحا إن لو ذا مسحو سببتو فعل كي نبي صلى الله عليه وسلم فعل كي نبيغا وحموشي مركي او مسحي ان او مدحا حقا هوركا قبل لابو خلقا قدن بيسي قارسيو او كسر عليو فعل كي نبيغا صلى الله عليه وسلم وحاكلو ايانا ميشي كتشرتا او شافعيادو دليل لذا اي قاتان اما اي مركا عسكادان كميد اه ان نبيغا صلى الله عليه وسلم اساق او عمامة سيتا عمامة دو مدحا ايه لقدو من شريسي قو سيتا انو سيستيد بادن انتو كارو قاضي وقعانتا ساو قدي وحاقيق احمد حيورن مو دقارن لكن غيب كميدو تابتي مركا يقو ادلة اي دليشان ايان اي كميدهاي لكن علماء دو حيوب بدايهن اللي داهدو مدحا هدي غفكو ودا مسيحي كرفعيل كالنبي قونا صلى الله عليه وسلم سيدا سوء بدنا او اغلب الاحوال لغا سوريا وهي وسننوه عشرة اشياء سنوين كويسدو إيانا واتوبان شاي كوحاكا التسمية قفكو إنو بسم الله إلهدو نبي صلى الله عليه وسلم وحاكا سوغان وحكاستا وآن بسنك إلهي لغو بلابين وأبتر وي وحدا بقو آنوي وآن بركة لهين بسنك إنو شروط ويهي أما سنة ويهي ويسدى سنة ويسدى وكمدي هاي شافعية ذا إيه مالكية ذا إيه حنفية ذا أي قبوي حنابلة ذا يجو كم الدران سنوين كوسد نكمل ديها لبو وغسل الكفين لبذا قعمود إن لما يرو كف كوح على إله ذا أنت سال إله ذا عما عمت أنت كه الرئيس إن لما يرو أي على إله ذا قبل إدخاله ما أنت لجلين في الإناء بيها حد يقفكو مرك أول سنة يلا بعد رماد بويو بنانته ويل بي كوتشيران ان او بيه مربق عانتا اساقو صوت درسادو وي او بانانتها ان او ويل افلي او كوشو بانكارو قعانتي او آنو درعين قعانتي سينا او استعمالنا وي او بانانتها ما حدي او مركا ويلك قعانتا قلين دونو ان او ميرو لبادا قعمود انتا آنو ويلك بيها قلين بايانا سنياشا كميدا سادح والمضمضاتو إنو لغلغضو مركا أو مركا ويسي سنيو أو بيه أو بيه عانتوغو أفكا قليو أفكا وحي كسو هرأيي مركا إلكان أو كسو ميرو أيا كميدة وحا كميدة والاستنشاق إنو بيه سنك كتشيدو أو سنك الراعيو استنشاقا وحا كتشرا فإيدوين عافمات با كتشرا لخاطر توحي تلمامان سنكو حولي يهبي لهذان تيما يرير oo qabta waxyaabaha dhaska iyo bakteeriyada iyo wixii la mid ah qabta waanu kulul yahay qoyaan uu leeyahay loogu talagalay waxa soo dhanay filter u noqda marka biyaha inaad sanka raacisid waa soo nadiifin aad soo nadiifinaysid aaladii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu talagalay in hawo nadiif ah oo aan waxba sidan aysan mabada u gudbiso marka istinshaaq inuu biyaha jiido ayaa kamid ah ومسح جميع الرأس مدح أردن ولا مسحه وحيلا ذي وحا واجب شافعية قيد كمدة إن لمسحه لكن إن لو ذا مسحه وسنة
ها وسنة سنة يمكن النبي صلى الله عليه وسلم كم ده ومسح الأذنين لبذا دقودنا إلا مسح ظاهرهما وباطنهما حق وذا موقضاء ومصف كان انتا سارعه وباطنهما إيه انتا قده فرت اللي قاري كرتيد انتا بإن لما سحوه ها كور إيه هوصبة إن لما سحوه وايه وحا حقا بماء جديد ولي بيع عصب بيع عصب لقاها مركين مريني qofku inuu dhagaha masaxo inuu dhagaha masaxo iyo inuu madaxa masaxo hal biyo u qaadan kara hal biyo ayuu qaadan kara biyaha madaxa ku masaxday ayaa gacmahaaga iyo qoyana dhagaha ku masaxi karta marka sunna weeye inaad biyo cusub dhagaha u qaadatid bay leeyihiin shaaficiyadu oo saasay ku tageen weeye waayahay wa takhliilu lihiyati garka oo marka faraha la dhex geliyo الكثة قرك عصو عفن قرك عفن إن فرها لديح قليو أي أيانا كمدة وحاكلو كمدة وتخليل أصابع اليدين والرجلين فرها لغها إيا فرها قعمها لحذو ذهن بيها لقليو علماء ذا قيبت وحايكو تريان وأنا سيد الحوق أبدا إني بواجبتها سببتو لبدا قعمود ميرتان كودة إحايا لبدا لغود ميرتان كودة waxay ka mid tahay furuudii iyo waajibaadkii weesada aynu soo marnay hadii aan faraha la dhex gelin oo qoyaankii bii aanay wada gaarin dema aan saxayso ma aan saxayso laakiin gacmaha meeditaankoodu iyagu waa sunne sida aynu hore ka soo tilmaanay marka faraha in la dhex geliyo faraha lugaha iyo faraha gacmaha ayaa iyana ka mid ah wa taqdimu al-yumna ala al-yusra midigta in lagu horeysiyo bidixda حبين كستدين عمدك إن لغو بلابو والطهارة إيا إن لغو دهارت قاتو ويسد لغو قاتو ثلاثا ثلاثا صدح صدح حل ما يريد أيا ويسد كاكا قديسة واجبة لكن إن أدمر لباد وچيكا ما يريد ومر صدحات وچيكا ما يريد صدح ذا قور لباد قور ودن بيه سنوين كاية كمتحي والموالاة ويسد إنانا كاكا لقلال إنو أدس راعي سيد إيانا waxay ka mid tahay sunnaha ay weesadu leedahay ama sunan alwudu ay ka mid tahay halkan sheekhu wuxuu ino tilmaamay sunnooyinkii ayuu ino tartiibiyay sida ay u kala horeeyaan bisinkii ayuu ugu horeeyay bisinkii ayuu ugu horeeyay siiqadiisuna waa bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaah qofka duu yiraahdo way kaga filan tahay wuxuu kala sheegay labadii kaf ilaa halkan cumaacunta in la maydho in ay tahay inta aan la luqluqan sababtoo ah gacantu meelo badan bay taaban kartaa gacanta marka aad tahaara bilaabaysid inaad maydhid waxay ka mid tahay waxyaabaha loo baahan yahay xitaa biyihii aad afka ku qaadaysay ayaad gacanta ku qaadaysaa marka labadii gacmood in la maydho ha saddex jeerna waliba la maydho ayaa iyana uu tilmaamayaa sheekhu inta aan la gelin weelkii markaa lagu dahaarad qaadanayay madmadadii ama luqluqashadii ayuu isna tilmaamay luqluqashadu inay saddex noqoto ayaa sunna ah oo saddex jeer qofku uu biyaha qaado dad badan hadda markay weysaysanayaan waxaad moodaa luqluqashada iyo sandaarsiga inta labadaba inay ka tagaan ad baan hadda barnaamijkaas uu badan yahay marka labaduba sunnooyinka ayay ka mid yihiin in qofku biyaha afka geliyo oo markaa biyihii uu ku nadiifiyo weeye istinshaaqa biyihii inuu sanka ku jiido hal xaalad unbaan la ogolayn inuu ku xeel dheeraado biyaha uu sanka ku jiidayo oo amarkuu sooman yahay nabigu sal slam xadiidkii ninkii salaadiisa xumeeyey waxaynu ku soo marnay wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima ku xeel dheerow biyaha aad sanka raacinaysid in aad sooman tahay mooye haddaad sooman tahay ha ku xeel dheeraan weeye sida xadiidka laga fahmayo haa marka mubaalaqadaas ayaa loo baahan yahay iyana waa saddex jeer baa biyaha loo qaadaya madaxa oo la wada masaxo iyana sunooyinka nabiga sal alla slam ayay ka mid tahay oo sunan wuduu ayay ka mid tahay dhagaha
oo marka gacan qoyan lagu masaxo dhagta in biyo la iska galiyo loolama jeedo laakiin gacan qoyan in dhagii lagu masaxo saa loola raaco dhagta oo dhagtu waxay leedahay waan wadooyin bay leedahay wadooyinkaas loola raaco la wada masaxo ayaa iyana sunna ah garkii iyana cufna in faraha la dhex galiyo haddii uu garku cufan yahay sida waajibka ah in uu qofku masaxo ayaa kaga filan laakiin waa sunna inuu biyihii dhex geliyo oo qofku uu markaa ku dadaalo arinta ayaa sunna ah farihii lugaha iyo farihii gacmahana iyana waxa weeye in iyana la dhex geliyo gacmaha oo markaa la maydho ayaa sunna ah midigtii iyo bidixdii in loo kala horeysiiyo aayadda qur-aanka ee furuudul wuduu inoo sheegtay waxa ay inoo tilmaantay faqsiluu aydiyakum wa arjulakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn may sheegin ma midig baa horeynaysa mise bidix baa horeynaysa laakiin ficilkii nabiga sal lay slam marka la eego waxaynu ka barannay in midigta uu nabigu sala allahu calayhi wasalam mid kasta horeysiinayay saddex jeer in la maydho iyana sunnayaasha ayay ka mid tahay muwaalaadkana iyo in la isku xejiyo ayaa iyana ka mid ah halkaa waxaynu markaa ku soo marnay ama aynu kaga soo baxnay weesadii maxaa farad ah maxaa sunna ah ayaynu halkaa kaga nimi faslun kanina fasli iyo baab wuxuu u yahay fii bayaani axkaami alistinjaa caddaynta la caddaynayo axkaamta istijada wa aadaabi qaadi alxaaja iyo aadaabta qofka gudanaya xaajadiisa iyo dantiisa waxay arrintana tusinaysaa diinteennu sida ay shaamil u tahay wax walbana ay u sheegayso waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo keenay diin inoo faahfaahinaysa xitaa qaabka xaajada iyo danta loo gudanayo marka maxaa lagu gudanayaa goobtee baa la ogol yahay in lagu guto goobtee baan la ogolayn shaygee baad isku nadiifin kartaa shaygee baase lagu diiday ayuu sheekhu inoo tilmaami doonaa walistinjaau waajibun in la istijaysto oo qofku uu saxaradii iyo kaadidii kadib uu isnadiifiyo waa waajib min albowli waalgaayid wuxuu iska nadiifinayaa kaadidii iyo markaa saxaradii waalafdalu waxaa fadli badan buu sheekhu yidhi an yastanjiya inuu ku istijaysto oo isku nadiifiyo bilaxjaari dhagaxaan uma yutbicahaa bilmaa kadibna uu biyo raaciyo sheekhu halkan wuxuu ku tilmaamayaa sida fadliga badan waxaa wanaagsan inuu horeysiiyo dhagaxaan ama wixii booskooda gelaya iminka dee toilet paperkii iyo waxaasaa gelaya uu isku nadiifiyo kadibna uu biyihii uu ku dambeeyo arrintaa waxaa loo daliishaday ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ammaanay reer quba reer quba waxaa lagu ammaanay waxaa la yidhi fiihi rijaalun yuxibuuna an yatatahharuu culimmada qaybtood baa waxay ku fasireen reer quba dhaqankii ay lahaayeen baa waxay ahayd marka ay suuliga tagaan inay marka hore dhagaxaan isku nadiifin jireen kadibna biyaha ay isticmaali jireen culimo badan baa halkaa markaa arrintaa uga soo daliishaday arrinta kalena oo jirta waxa weeye qofku de gacantiisa markuu isku nadiifiyo urtii iyo waxbaa ku hadhay kara laakiin marka uu shay kale marka hore wixii isaga nadiifiyo oo meeshii biyo uu ku maydho de gacantiisa wax badan aanay ku hadhin ayaa ay u badan tahay marka sheekhu sidan ayuu ku tegay in la horeysiiyo alistinjaa bilaxjaar dabadeedna biyo la raaciyo wayajuuzu waxaa bannaan an yaqtasira qofku inuu ku koobsado cala almaai biyaha aw calaa thalaathati axjaarin ama saddex dhagax oo yunaqii bihinna almaxal booskii uu ku nadiifin karo oo markaa si fiican u nadiifinaya halkan waxaa laynoo tilmaamay in lagu dahaarad qaadanayo dhagax kadibna biyo la isticmaalayo ka waran haddii aanan biyo haysan
لكن دريرك على أبوس كي بيها أن يجلي كران هيسو بيو حان يستأسون كرايسن أما سلهان ما الوردي أكله بيودقون بان هيستا بيو حان يستا شراب أهو شاه بان هيستا وحيابها سبوس كي بيها ما يجلي كران مكو استجيسن كران بيها نظيفة ومطلقة وكوكا بيها هرين وحن أسهم مرني طاهر مطاهر وحي النقضان هدي أرتودي إيا ددن كودي إيا مركا ميدب كودي منان يسبدلين مركا سيقونا داهرين وحنا داهرين كوان كالي إمدي أو إسبدلي إسكونا بدلي شيء داهر أو لغو داري وحن يري يقوى داهر لكن وحن مداهرين كران وحبه مداهرين كران وانا أرين أيكو تغين شافعيه إيه مالكيه إيه حنابله انتو بوحي الاهدين وحوي بدريرياشه كلا وحما داهرين كران بل مالكيه دو إني حرام بتهي إن الاستعماله أي تلماميان أبو حنيفة إيه أبو يوسف وأرضي أبو حنيفة أبو يوسف القاضي وأرضي أبو حنيفة وحي الاهدين ولا استعمال كره ها حنفية ذو يبوح إلى هذين وعلى استعمال كرا خلق على استعمال كرا بيهن ما الورد قال إلى هذو يدقون بالا استعمال كرا يقوسا سيكوتا جين لكن شيء دريرة أو تركي وحكو كرية بيه إسه قال استعمال الله ما استعمال كرا إلى هذين سليد أوكله سليد أوكله تدي لسكون ذي فيه دو حواك هكا هرية مركا يدى الله ما استعمال كرا حلقا سيمارين فإذا أراد غفك هدي أودونه الاقتصار إنه ككوب صدو على أحدهما متكون بيه أما دقحانتي فالماء أفضل بيها إيا فضل بذن أي شيخ تلمامي فالماء أفضل بيها إيا فضل بذن هل قاموا حينو مكا كتلماني أما عينو كقلني وحوي محل ودهارت قادن كرا محل ودهارت قادن كرا وحيابها قفكو اسكن نديفين ايو وحا ونعكسن إن ليلة هذو وعام أو أه ما خرج من السبيلين لابد ودوحي كصوبحة أولا إن ليسكن نديفيو ها لابد ودوحي كصوبحة أولا سحارة يكادي إن لقوكوبو ملاها تاساك مناسب سن وتسالهان وحيابها لغا استيجيسن ايو وحا كميد أه مني ذيبا كميد أه ودقيبا كميد أه مديقيبا كميد أه ودعانا صوبحة ديقاقي دمركا كميد أه وحيابا لسكن نظيفين أيو أول ربادو إلا إسكن نظيفيو وحيابا صوبحة كميد أه مركا لبدا ودو إحيكا صوبحة إلا إسكن نظيفيو أيا ملاها كعامسا شيخ وحال إسكن نظيفين أيو وحاو تلمامي إن أي لبدا بإلا إسراعيو بي يدقى حامبا أي فضل بدان تايو حان صوت الماني سيدو كالي أرنتي أودلي شري إن سدح دقح إن الاستعماله أي نبو صلى الله عليه وسلم بدنا هذه سدح دقح أي وحن نديفين وايان ترى إسدير وكبطن شان تدوبا سقال كربو وضايا إنت آيد مركا حبنه نديفين كرا ماشي نديفين كرا أي الاستعمال ياوي هذه دقح أما وحن الاستعمال يا وح قوين يا آنو أهين لما استعماله وحكو عام عمين يا ونجاسة دي مركا قارسين يهدو يا لما استعماله وانو يهي وح مركا لماريو نجاسة دي ساق عيسو را عيسو وانو يهي وايه شرطيقا دقاح إن لغو كوبسادو دقاح إن لغو كوبسادو وحويه إن شرطي كحران وحوية إن شيء كان نجاسة أهي أنو شيء قلان أهين ها ألا يجف الخارج النجس سيدو كله بوسكين إنو كصوبح أو كصوغو ها بوسكين إنو كصوغو نجاسة كلنا إناني مركا أو لقى حاسي أنو وذن أي شرطي أوي ويجتني بغفق هذا مركا وحاجة ذي سجودنا يوحو كديران يا استقبال القبلة قبلتي إن وجهت أيك ديران يا واستدبارها أما واستدبارها أما إنه دبده وجهديو إنه حقه رأي وجهديو أو قابله
إنه دبده أُجيدي الله بده بوكده إيران يا في الصحراء ميل بنان مركو تشوغو صحراء وحلوله كذا لما دجان أما ميل بنان مركو تشوغو حاجة قبل هذا إنه مركا أُجيستو كده إيران يا ويجتنب حكلو كده إيران يا البولة إنه ككاشو في الماء الراكد به فديء عن سعنيم وي وتحت الشجرة المثمرة جيت كي مرها لها إمرين يي إسنا إنو هوستي سفريستو كديرانيا وفي الطريق وددي دتكو أي مريين إنو فريستو مركا كوس حرادو أما كوكا شو كديرانيا والظل هركي دتكو أي هرسنة ينسدو كله وكديرانيا والثقب ميل دلوشة أو دلولة إنو إسنا كوكا شو أما كوس حرادو وكديرانيا دي حيوانات بابا كسو بحكرة مصصبك كسو بودي كرا وحكا ستادعي كرا حيوانات ميشي كتري بودي كو عذابي كرا وحن وايه ولا يتكلمكم من هذا ليو على البول والغائض مركا وقفكو اما كاتشي اما او سحرون ايو انو ددك الله هذا لماها inu taleefanku hadla maaha inuu suuliga qof uga yeeray ka dhaxqayliyo maaha wala yastaqbilu ash-shamsa wal qamar adadi iyo marka dayixina lama qaabilayo oo uma jeesanayo wala yastadbiruhuma dabarkana uma jeedinayo wala yastanji kumana istijeesanayo oo ma isticmaalayo biyamiinihi gacantiisa midig halka sheekhu waxa uu noo sheegay jumla aadaabtii iyo qaababkii uu qofku u gudanayay xaajadiisa kamid ah istinjaa waxa weeye in la iska nadiifiyo wixii labada boos ka soo baxay ayaynu tilmaanay iyo qaababka loo isticmaalayo marka wuxuu yidhi hadduu biyaha iyo dhagaxaanta mid uu ku koobnaanayo waxa weeye biyaha fadli badan oo wanaagsan weeye biyaha fadli badan qofkii waxa uu sheekhu tilmaamay inaanu qiblada ula jeesanayn ixtiraam iyo tixgelin uu tixgelinayo qiblada dabadana aanu ujeedinayn ka waran haddii uu taasi waa bannaanka markuu jooga suuli dhisan uu dhex fadhiyo suuliga dhisan culimmadu waxa ay ka soo reebeen waxay yidhaahdeen mar hadday meel dhisan tahay sidaa uu u samaysan yahay buu u fadhiisanayaa qibla iyo xumadoon doonayo nabiga sallallahu calayhi wasallam saxaabada saxaabi ka mid ah cabdullahi ibnu cabaas inuu habaana jeenaya ayaa gurigii nabiga sallallahu calayhi wasallam yimi dabadeedna guriga dushiisuu fuulay dabada ishiisu waxay ku dhacday inay yar buu ahaa ishiisu waxay ku dhacday nabiga sallallahu calayhi wasallam suuligii ku jira suuliyada waqtigaana dushay ka banaanayeen dabadeedna wuxuu yidhi wuxuu u jeeday nabiga sallallahu calayhi wasallam qibladii ayuu u jeeday suuli dhisan ayuuna markaa ku jiray marka xadiidka waxay culimmadu ka qaateen haddii dhisme qofku uu ku jiro qiblada ha u jeesan iyo dhabarka ha u jeedin midna lama odhanayo laakiin waxaa wanaagsan hadduu awoodayo guriga isagu uu dhisanayo ama uqaab kaleba uga jeesan karo qiblada markasta ixtiraamkeeda inuu sameeyaa wanaagsan laakiin dhib ma laha haddii siduu dhisan yahay uu isticmaalo sheegi dhisnaa waxaa kaloo iyana aan la ogolayn biyihii fadhiyey in markaa lagu saxaroodo oo lagu kaajo sababtoo ah najaasadaas markiiba way isla bedelaysaa biyihiina najaasi noqonayaan weeyey dadku inay ka faa'iidaystaan ama xayawaanaadku inay ka faa'iidaystaanna way ka hor istaagaysaa weeye waxaan kaloo iyana la ogolayn qofku in uu geedkii midhaynayey oo dadku midhaha ka cunayeen uu hoos fadhiisto waddadii ay dadku marayeen oo dadku ay dhibsanayeen bal waddada inaynu nadiifino oo wax kasta oo dadka dhibaya aynu ka leexino ayaa laynagu addoonsaday oo nabigu sal alay slam wuxuu tilmaamay imaatatu ladaa can ariiqi sadaqa waddada wixii dadka ay dhibaya inaad ka leexisid baaba sadaqa ah marka inaad wixii dhigtid iyana waa dembi iyo marka waxaan wanaagsanayn weyey waxaayana ka mid ah harka dadku ay harsanayaan oo ku nasanayaan oo yaro seexanayaan in markaa lagaga saxarodo ama lagaga kaajo ma bannaano weeye oo lama rabo meelihii daldaloolay oo godadkii iyo booraamihii baaluhu gelayeen iyo waxyaabaha qofka caafimaadkiisa iyo umana fiicna oo khatar bay ku keeni kartaa xayawaanaad kalena way dhiibi kartaa
لما ربا ينينو مركا الله دونتو كورن هدي ماشو اي ان يرا عاد كبغدد كادينو كو سو دولوشو وحد سمين كرتا عيد ايات جلعنيسا عيد اد بودينيسا سي كادينو مركا اي عيد او دخكشو تاسات سمينيسا واي هدي اي ادك تحاي ديبي كو سو نوقنيسا وي ادابته وحا كميدا ينا ان ان لوو حادلين مركا قفكو ودنتيسا غودنايو ان ان لوو حادلين مركا ودنتيسا غودنايو اي ايانا كميدا waxa kamida cadceeda iyo dayaxa inaan dhabar iyo xag hore midna loo jeedin een imaam nawawi arinta isagu ka horimay wuxuu yiri anuu makruuh uma arko cadceeda in loo jeesto ama dabada loo jeediyo inay makruuh tahay uma arko ayuu yiri kitaabkiisa rawdada iyo sharxul muhaddab iyo wasiidka intaba waa lagu tilmaamay weey marka karaahadaas waxaad moodaa inaanay xoog badnayn cadceeda iyo dayaxa tilmaamaysa inaanay xoog badnayn waaye faslun waxa marka kanina uu baab u yahay fi nawaqidil wudu'i waxyaabaha weesada jabinaya insha Allah isaga ayaynu hadii Allah idmo ku soo gabagabeyn doona kan wuxuu baab u yahay waxyaabaha weesada jabiya waxaan soo tilmaanay weesadii waxyaabaha looga baahnaa فروض سننتي من صوت الماني وحين صوت الماني آدابتي قفك أدن قدني هذا هو سدم حاجة بنكرة والذي ينقض الوضوء وحيابها ويسد الشبية ستة أشياء لح الرمود ويا يشيخ ويري أرنتك وبدوح ويا ما خرج وحي كالصوبح من السبيلين لبدا وضو وحكا استوء لبدا وضا كالصوبح iyay weesadii way jabinayaan maxaa wadabada wada ka soo bixi kara kaadidi waxa ka soo bixi kara saxaradi waxa ka soo bixi kara neefti waxa ka soo bixi kara dhigigi dumarka waxa ka soo bixi kara manidi waxa ka soo bixi kara madigi iyo wadigi madigi iyo wadi waxay kala yihiin dheecaan ku soo baxa xasuusta iyo waxa la midka ah iyo dheecaan ku soo baxa qofku culays marka uu qaado way labadaba waa laga dahaarad qaata labadaba waa laga marka way sida way jabinayaan oo waa laga istijeestaa way maya qusul kuma waajib qusulka waxa uu ku waajibaa jimaac iyo marka mani timaada ama shahwo timaada ayuu ku waajibaa jimaac la sameeyo iyo shahwati maada ay ku waajiba laakiin labadan dheecaan ee kale ee qofka ama xasuus kaga timi isagoo aan waxba de sameyn hadaan bii iska keeno isaga waa amarashadu ku waajibaysa waana dambi waana dambi bal culimada qaybtood waxaan ay siigaysiga yidhaahdaan waxay ku tilmaamaan inay xaraam tahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu yiri dadka azwaajooda kale ilaa cala azwaajihim أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين لبدا أرمود أن قفك لغو عنانان كرين وحاس كيسا إيا قبدا أدونتا يولي وحي إنتا كبحسن قفك مركا وحود دونتا أما قعانها استعمالا موحكا استعماله وأذن ببسوق لياوي وايا وحين تلماني مركا ما خرج من السبيلين لبدا ودا وحي كسوبحا ويسدا ويشبيان لبو والنوم هرددا على غير هيئة المتمكن قفكو هيئة أما قابك سلمجي آن أهين هديئو أسيحضو سلمجي مركو أفرديو هديئو قمعو وحيليهن ويسدي سيو قبع وحيود لي شدين صحابة رضوان الله عليهم أي مركا أي صلاة الجمعة فرديان واختيادة غيبتو دا مسوغيان إيه وسا أفرديه كقمي شري dabadeed nahadu markay kacaan bay sidoo ku tukan jireen marka qofku salmugi hadduu u fadhiyo dad wax ka soo baxay uu ogeeyay dabadii dhulka ku haya laakiin markaan dabada dhulka ku hayn in fika soo baxdo iyo dewaad ma garan kartid waad hurdaa ishu iyada waxay u tahay lingax dabada hadii aad seexatid bas weeye wax soo baxay ma garanaysid weeye marka hurdadu هدي أيان أهين سلمجي أيان ويسد ويجبسا صدح وزوال العقل عقلك أوقفك كجتك بسكر أو مرض
إن وقفك سرخامه أو مركا مندوري يوحو استعمالي ومانكي سكوبة دلمو أما حنون يمي أما حنون يمي ومركا كغتغو إيو أفر ولمس الرجل منكو إنو تابتو المرأة الأجنبية هويني أجنبي كأن محرم وأهين وتابتو أي أي أنا كمدة من غير حائل إيدو وحو دحية أما كالتيدة يا آنو تشرين ومس يتاب شدا فرج الآدمي حبنت ترنك ابن آدم لقو تابتو بباطن الكف على عشا مركا على عشا عد إن لقو تابتو ومس يتاب شدا حلقة الدبر وريقا أي دبادو اللي هذا هاي مركا سحردو كسو بحضو إنو غفكو تابتو على الجديد جسيدة جديد كما تابتا غيب تهديد دنب وحن صوت الوان إمام الشافعي أقواشي أولها مركي وعراق شوغينا قديم اللي يلاهدو أقواشي أما فتوين كيسي مركي ومسري منه جديد اللي يلاهدو مركا فتوى دي هوري عراق إناني ويسيدة شبين بيقبتي لكن مركي دنب علمي وكر لي شاقي وفقهي وحاو تلمامي إناني مركا ويسيدة شبين يسوي وايه هل كان وحين كتل المعني مركا جملة من الأشياء جملة من الأشياء ويسيدة وحين نيري وحا شبية لح الرموت بها شبية بين نيري وحي كصوبحة وحي كصوبحة لبدا حبنود أيينو تلماني وحي أبها لبدا حبنود كصوبحي كرا أنا هين ميلها لبدا حبنود الخارج من غير السبيلين وحي أبها كصوبحي كرا إيقو بركا ويسادة ما شبيان محاكمة ده ديك ديك بوا وضع وعنتي با ديك با صوت دريري ديك كايمي ويسد مجمينين وحد دليل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وحا اي النبر وكود عاي يساقو امامو ومسلمين صلاة دينا وكود ما يستكمو بحن وحي كنتو سينيسا اناني اركين ديك كسو بحا حمنان انان انو ويسد مجمين اناني اركين وحا كمي ده متقي أي كمدة وحيابها آنيا ويسد الشبينين وأنا مذهبت مالكية ذا شافعية ذا ظاهرية ذا قول حنابلة ذا إليه ذا هاي إيو علم ذا السلف كإن بضانو كمدة أرنت أي كتقين وي مركا وحينو تلماني وحيابها الشبية إني لحيهين علم ذا غيبتو ذا الشنبابي له ذا تكوباد وحو شاقي لبدا ودو حكا صباحا القبل والدبر قف ويسقبا ومركا لبدا عرمو دي كي مادان حدي وحن كصباحي وحيليهين حدي قفك متوضئ يهي ويسقبو وحلي إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض وحيبا غريب كأه شيخ حولي يغف ويسقب وسلمكي فردية أي شرح كتل ماميا هديء احتلامه والرياضه وشهوذي كسو بحضه ويسد ما شبيني سوليه ساسو ديسا كتل ماميا لكن سد عام كأوحا ويا الخارج من السبيلين ويسد ويشبيني ينوي لابو قفكي سلمكي فردية مركا aan in saaxday ama gamay isna waxaan niri waxyaabaha aan weesada jabin bu kamid yahay hadaan salmugi fadhiin qofku inuu kaan taroolo marka xaaladiisa way adag tahay zawaalul aqli isagu tusaale wuxuu soo qaatay sukri iyo marad hadii qofka lagu moodo dawadii soo xisada ahay waa lamid حدي وحكله ومن كيس الدوريي ويما دوا لمد حدو واشبا حدو واشبا ولمد وحكس تقفك عقلي سؤو تغي ويسدو جبيا أرنت أفراد نين إيا قبض آن أجنبي كلا أو مثلا آن ربين آن إن شاء الله شرحه نين إيا قبض أجنبي كلا
إينا ويسادة ويكالة جبيا شيخ وحاورنت ندلي شري قولك ربي سبحانه وتعالى إيه أو لامستم النساء ها أو لامستم النساء أيا أودلي شري وحانو يلي واتعب شد الدمارك لامستم النساء هدي دي بلوغ النقضو اللغة العربية سيدي جزيرة العربية اللغة استعمالي شري أما فصاحة دو أيا هيد دي بلوغ النقضو لمسيقى مركا لامستم النساء أما إرقا لامستم لاستعماله وحالو رجيدا جماعة وحالو رجيدا قوغشة لحمرتا ننك إيا حاسي سيالو رجيدا إن حديث بدن رسول صلى الله عليه وسلم كسوغنة ويتل ماما يان حديث بدن رسول صلى الله عليه وسلم كسوغن ويتل ماما يان إن لبدا قف مركا إن النساء أكل الشبيل شافعي وحكوتا غي إن ويسدو هذه اللي بقفوا كل أجنبي أيبا استابتان استاب شدود وحيد دون طبعها هاته قعنتو دو بإسخود دعالو إيادو آن مرأو دحين إن إيشابين إيسو هلقا وحلقا قادنا إياه هذه مرأة لإسكو سلامين إن إيشابينين وانا دقن آدو فولحون ودقن آدو فولحون وادن بودي سيدين يحكام لي دي نقول ريابين نين إيا قبر با إسو سلامان مرأة إسكي حجين إيو قافكا أسامين إياه نبي صلى الله عليه وسلم إن قبل أجنبي كا أشرك إن تابتو أوردن أيو كدقي أو تلمامي إن وعيد أدقي وكسا أهوري مركا إن شافعي دو حيلة دين ويسادو ويشبسا وكورن هدي عن حرام خطواف كتشرو داتكين أنا إسكا إلالين كرين دومر بايقواق دوافايا قعان تايدو ويسكود عايسا مويسادو ويقا شرطيبا لوردن إياه أسوال الله ربعين شوافعي ده ama ee shafiicada la weydiyo weey xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin nin iyo gabadh kala ajnabi si kasto oo ay isu taabtaan way sameeyo kala jabiyaan haba yaraate ay xanafiyadu iyana ku tagtay ee xanaabilada iyo maalikiyadu iyagu waxay leeyihiin waan kala qaadayna labadiina qolo laba meelood oo kala fog baad istaagteen anagu way idin dhaxayna ninku haduu gabadha shahwad iyo dareen u taabto weesada way ka jabisaa hadii aan u taabana gacanta isku dhacdana kama jabiso waxaanad moodaa taasa xoog badan taasa inay xoog badan tahay aad moodaa ninku xaaskiisa weesada ma ka jabiya aaska uu isagu qabo iyo maxaarintiisa weesada ma ka jabiya arinta khilaafkeedu waa khilaaf ka soo bilowday waqtigii saxaabada radwanullahi alayhim waqtigii saxaabada ayuu ka soo bilowday ahadiis aaysha radiyallahu anha baynu tilmaanay waxaan maleynayaa kitaabkii hore ku tilmaanay in iyadoo hurudda nabiga sallallahu alayhi wasallam ay doonaysay in ay istiritaalo muguriyihii kala aaday dabadeedna gacanta ay ku dhufanaysay isagoo sujuudsan lugtiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam salaadow kuma bixin bal waxay lahayd النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يذهب إلى الصلاة دبرك وذقيب دبرك سقيب كم إذا يسير لهم كني طب أن صلاة أيقلي من هو سيسني وحيكون السنة عائشة والمين يا حيد أي أبديين علماء أي أبديين مركان نكو حاسكي سئنا هو سيدك تشبين بأينا حوق بدن لكن شافعيه وحقبان إني كلا تشبيان كلا تشبيان marka waxa weeye in la istaabto in la istaabto dumarka ajnabiga ajnabigaana saasay u kala qaadnay dumarka ajnabigaana saasay u kala qaadnay weeye waxa kale iyana kamid ah farjiga bini aadam inaad gacantaada ku taabatid waxa arinta laga soo reebi kara caruurta yaryar caruurta yaryar culimada qaybtoodu ka soo reeban culimada qaybtoodna caan bay ka dhigaan oo waxa weeye bini aadam kasta lab iyo dhadig sida shafiicadu qabto ha yaraado ha weynaado ha noolaado ha dhinto dhammaantood waxay leeyihiin haddii bini aadam xubintiisa taran aad gacantaada ku taabatid waanaad ka weysaysataa haa waanaad ka weysaysataa xitaa caruurta yaryar ee xafaayadaha laga bedelayo shafiicadu iyadu saasay qabtaa oo ay ku tagtay weeye arinta dabada taabashadeedu iyana sidoo kale qowlka jadiidka ah ee shaaficiyada qadiimka waxaa ku sugnaan lahaayeen qudu masul xalqati
ayaa ku sugnayd laakiin qulka jadiidka wuxuu leeyahay taabashada dabada iyana waxyaabaha weesada jabiya ayuu ka mid yahay إن شاء الله waxyaabaha muujibaat alghusli ayaynu darsigeena dambe ka bilaabi doonaa وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحسؤالها فضل شاء أصلا قفك هدي وميران أيو ميرشدا وميران أيو هدي أي تهي غسل جنابة إيو وحي لامتكاها هدي أي تهي وحاكوه الرئي يسري عادي قاها ويسو مركبو جنابة دكا ميران أيو ويسا كوه الرئيسة ويسا دا سد حالة دوت بوالو سميا بينو تلماني إن ويسا دا قفكو انتي كالو رنسو سميو لغاها مركبو مرأيو وميرا شدي سي سميو دابدنا مركبو لغاها مركبو ميرو ولغاها دي سداكو ميرو تا إنو سميو إيو إن ويسا لما يستيران سميو دابدنا ميرا شدا kadan baysiyo iyo markuu maydho inuu marka weesayso saddex xaaladood baa loo sameeyaa hadii aad marka weesada ka horaysiisay oo aad maydhatay wees kale uma baahnin wees kale uma baahnin hadaanay janaaba ahayn aad niyiisatay maydhashada dhixdeeda inaad ku weesaysanay sidoo aad ku weesaysatid iyana waa sax لكن ويسدو مركز تاو حيلاها بهاي أو فروض إذا أه قاب كيلو مريي وأنا تكون أحسن ما يساعد أنت ويس مريس هذا كتير. سو مرتاح كويس تو أنت نيت دقيني وسك سو كم 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 فيلا كم فيلا سو أو ويسدو واحد ينوري ويسدو قاب كلو مريي وقاب لينو أدون صدي أو لا هنا فري إن ينو تشيجي ميرنو قعمي سيدر أم ميرنو مديحي مسحنو لقيه مسحنو قاب كي ويسدا وح أنا هين بس كي ويسدا مقلي كرا ودو تويسي سنكرتا ها ها سببتو شرد أم أها ويسدا عوردين لاسترو قف كي سقو قاونو سولي سقو شرا ويسي سنكرا ها فضل شيخ مكت هدي أي نقاط النقول كنا مذهب الشافعية هدي أي نقاط إنه ويسد ويشطي هدي على عش هذا أي كود هذا حبنت هذا ترى أي كود هذا وحوي ويسد ويشطي هدي لكن ما كعد ما يريسيد aad gacanta xageeda dambe oo kale ku maydhid gacanta xageeda dambe oo kale ku maydhid ama aad horeysiisid istijadii aad horeysiisid oo maydhashada dambe aanad ugu noqon ba ha aanad maydhashada dambe ugu noqon marka iyadu waa caadi marka haday gacanta ku dhacdo ama si accident ah noqoto ama ula kac ah noqoto shafiicidu waa way is jabid weyn ha marka ma aragtay وحسب توالد ببر اي واحد ما لهم بيه ها يا صابون تبعي تاي واه توالد وحوار صابون تعدي هو وفع برا وغضب ومرها ها ما يسا ما نوك افتون هاي اصل اهان خوري مركي اين هي صابونها ماركي مسؤوشة يا ها يدا اين بوسكي لغو ميرم يا ها اوكي خوري وحين اصوة الماني waxyaabaha lagu dahaarad qaadanayo waxaynu hordhac uga soo dhignay biyaha iyo noocyadoodii hadii biyaha saabuun ku jirto dahaar ma gali kareen ma gali kareen saabuunta oo kaliyeed dahaar ma gali karto saabuunta oo kaliyeed ah ya soo qaatay marka waa caadi biyo aad isticmaalaysaa wixii aad ka horeysay sidii wax dhibaato ah ma laha
ها بيه أم بعد استعمال إسبيها أم بواحيهين وحمهم كأه وحي أتكوه الرئيسي سيد أو نظافة بدينا إياه يقول دبات ملاها هذان دي وحي إلا جينين ها ها شافعيه وحي إلوت المانتي ماذا حقيب كمي ده خوفك هدو تابتو صدح وحيرنا هذين ماذا حقيب كمي ده هدي وتابتو مسح الرأسي وسمي مسح الرأسي وسمي النبي صلى الله عليه وسلم عمامة دا مركي وحنا وحالة الماما إن يذكروا قاضي دا بدنا انت المسحي دا بدنا دوشي دمري ومسحي أيالة الماما مركا هدي تيميه غيب كم إذا تابطي وحكا لا تسميسا وحدي بعد تعملا هدي ينو شوى فعل قاضي وقاد بيقو حوق بدين وقاد أدقيهين مسألة الطهارة مركا لا تشوقو مذهب الإمام الشافعي قاد بيقو حوق بدين وياك ما شاء الله مركب حويس كل حري ومسحه ذي بوحو كل حري ومسحه برؤوسكم وأرجلكم إلى ال ها أرجلكم بوري صابوا بيدلوك تجوا صابوا بيني فق فقياكوا قالوا عضيه علماء وحي لهذا إلهي سبحانه وتعالى لبا غسل أي مسح أدحيسي غسل وحلا الشيء إلا بدي قعمودين لما يرى غسل كلا أو لغها waxa u dhaxeeya masxiga raa madax madaxayna masxu marka culimada baa waxay yiraahdaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ayda markuu tilmaamay ja'ala bayna ghuslayni mashal laba mayrid ayuu masxaad dhex galiyay marka wuxuu u qaatay isagu in masxiga gacmaha faghsilu aydiyakum labada gacmaha la mayray way ha faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq وامسحوا برؤوسكم نوالي وارجلكم فاغسلوا ظهرك خدانت ها ميري ظهره اي خدانت هي وارجلكم مركا نبي مميري جيري سو مميري جيري ها وفقه كو قلوعدي وفقه كو قلوعدي ها مذهبت الى هذا وا لا مسح يا ما جرتو مسحه وهدي يهي ها يعني الله مسح على الخفين هدو يهي كاكل يوم مسح سوغن يهي هاي جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته